تنشر سرها. من أرق ما قرأت في هذا الباب أن رجلا من العقلاء الصالحين الأمناء أراد أن يطلق امرأته لخلاف حدث بينهما، فذهب إليه بعض الناس وقالوا: لماذا تريد أن تطلقها؟ ما الذي يريبك منها؟ فرد هذا الرجل الأمين وقال: العاقل لا يهتك ستر امرأته، العاقل لا يهتك ستر امرأته، وقدر الله جل وعلا فطلقها. فذهبوا إليه بعدما طلقها وقالوا: لقد طلقتها، لماذا؟ لماذا طلقتها؟ فقال هذا الرجل الأمين: ما لي والامرأة غيري؟ أي أمانة؟ أي أمانة؟ ما لي والامرأة غيري؟ هؤلاء هم الأمناء. العلم عند العالم أمانة، فإن اتقى الله تبارك وتعالى وأدى الذي عليه لله عز وجل بأمانة، بفهم دقيق، بوعي عميق، بكلمات صادقة، ولم يزور هذا العلم، ولم يقدم هذا العلم من أجل هوى أو من أجل دنيا أو من أجل مال أو من أجل منصب، فهو الأمين. ومن كتم العلم وهو يعلم ألجم يوم القيامة بلجام من نار، لأنه خائن قد ضيع الأمانة. أسأل الله أن يجعلني وإياكم أهلا للأمانة. الدين أمانة. انظر إلى هذا الصور، وأنا تعمدت أن أطيل النفس في صور الأمانة لأنه موضوع نحتاج إليه جميعا بلا استثناء، لنعلم أن تضييع الأمانة وقد وقع بالفعل إلا من رحم ربك تبارك وتعالى، قد جعله النبي صلى الله عليه وسلم علامة من علامات الساعة، وها نحن نراه الآن قد استشرت وانتشرت على مستوى البشرية بلا نزاع ولا ريب. قال الصادق صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد آداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. حديث رواه البخاري وغيره. الدين أمانة، يعني إن جاءك رجل من إخوانك وطلب منك قرضا، إن كنت قادرا على أن تقرضه فافعل، فمن نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. وفي المقابل يجب عليك أيها المسلم، يا من أخذت الدين من فلان، يجب عليك أن تكون أمينا وأن تؤدي له حقه في الأجل المعلوم إن كنت قادرا على سداد الدين. أما أن يوسع الله عليك وأن تروغ منه بعد ذلك روغان الثعالب، فهذه صورة من صور الخيانة. فالدين أمانة، ويجب عليك أن تكون أمينا في أداء هذه الأمانة. ومن أرق ما قرأت في هذا الباب ما رواه الإمام البخاري تعليقا بصيغة الجزم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن رجلا من بني إسرائيل قد ذهب إلى رجل ليقترض منه 1000 دينار، ذهب إليه فقال: أسلفني 1000 دينار. فقال له الرجل أي الدائن أي الذي سيعطيه الدين: ائتني بالشهيد. فقال هذا الرجل المدين أي الذي سيأخذ الدين: كفى بالله شهيدا. فقال الدائن: ائتني بالكفيل أي الذي يكفلك. فقال المدين: كفى بالله كفيلا. فقال له الرجل: صدقت. فأعطاه 1000 دينار إلى أجل محدد معلوم. فلما قضى الرجل حاجته بالمبلغ وحان وقت السداد، أخذ 1000 دينار في الوقت المعلوم بالضبط، وأخذ وخرج ليبحث عن مركب ليركبه ليذهب إلى الرجل ليعطيه حقه، فلم يجد، لم يجد مركبا. فماذا يصنع وهو الأمين الذي يجب عليه أن يسدد الدين وأن يؤدي الأمانة كاملة؟ عاد فأتى بخشبة وكتب رسالة ووضع 1000 دينار
مع الصحيفة التي كتبها وضعهما في الخشبة وزجج موضعها، ثم قال: يا رب، اللهم إنك تعلم أني تسلفت من فلان 1000 دينار، فطلب مني شهيدا فقلت: كفى بالله شهيدا فرضي بك، وطلب مني كفيلا فقلت: كفى بالله كفيلا فرضي بك. اللهم إنك تعلم أني قد اجتهدت لأجد مركبا لأركبه فلم أجد. ثم ألقى الخشبة في الماء وقال: اللهم إني قد استودعتكها. طبعا ده يقين عالي، لو أكون عليك 1000 جنيه لواحد وتروح ترمون في البحر للاد وتقول الشيخ محمد حسان قال، لا ده هذا وصل إلى درجة عالية جدا من درجات اليقين، سبحان الله. لكن احنا نسأل الله أن يسترنا لكم في الدنيا والآخرة. النبي صلى الله عليه وسلم يحكي ويقص الحقيقة في غاية الجمال والتأثير، وهي في صحيح البخاري. فألقى الرجل الخشب وقال: اللهم إني قد استودعتكها. يقين عالي جدا. الرجل الآخر المدين خرج في الوقت المعلوم، وقف على شاطئ البحر ينتظر لعل مركبا يأتي بالدين الذي له أو بحقه الذي له، فلم يجد. انقضى اليوم ولم يأتي مركب. فلما هم بالانصراف رأى خشبة تطفو على سطح الماء تحت قدميه، فقال: آخذها لأهل حطبا. فلما أخذها وذهب بها إلى داره وكسر الخشبة فوجد الصحيفة ووجد 1000 دينار. من أخذ أموال الناس يريد آداءها أدى الله عنه. فلما يسر الله لهذا الرجل الأمين مركبا حمل 1000 أخرى، وأتى للرجل وقال: يعلم الله أني قد اجتهدت أن أجد مركبا لآتيك بحقك في الوقت المعلوم فلم أجد مركبا غير الذي جئت إليك فيه. فقال له الرجل الأمين الآخر: ارجع راشدا، فقد أدى الله عنك الذي أرسلته في الخشبة. انظر إلى الأمانة من الدائن ومن المدين، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وأخفيا محقت بركة بيعهما. الصدق في بركة، الأمانة فيها بركة، في الكلام، في الفعل، في الصدق، في الأحوال، في الأقوال، في الأحوال، في الأفعال. أيها الأفاضل، ما أحوجنا إلى الأمانة، وأسأل الله أن يطهرني وإياكم من الخيانة. سامحوني، تعمدت أن أفرد الحلقة الليلة كاملة لهذه العلامة لأننا في أمس الحاجة إليها، فكل واحد منا مستأمن على شيء. فأذكر نفسي وإخواني وأخواتي بأن نكون أهلا للأمانة أيا كان حجم الأمانة، فأنت في مركزك الذي أنت فيه يجب أن تكون أمينا، وأن أي التواء في ممارسة العمل أو الوظيفة بأخذ الرشاوى أو بأكل أموال الناس بالباطل أو بتضييع مصالح الجماهير إنما هي صورة من صور الخيانة، وأن إهدار المال العام بدعوى أنه مال كما يقال سايب لا رقيب عليه، إهداره صورة بشعة من صور الخيانة. فلنتقي الله عز وجل ولنراقب الحق تبارك وتعالى، فالله سبحانه يسمع ويرى. أيها الأفاضل، من علامات الساعة أن يكثر القتل، أن يكثر القتل، حتى قال الصادق صلى الله عليه وآله وسلم: والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا حتى يأتي على الناس يوم لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. وهذا هو موضوع حلقتنا القادمة بإذن الله تبارك وتعالى. الله أسأل أن يجعلني وإياكم من أهل الأمانة، وأن يجنبنا وإياكم الخيانة، وأن يقر أعيننا جميعا بنصرة الإسلام وعز المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك
على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.